فكل شيء يتأذى به الوالدان فهو من العقوق، كل شيء يتأذى به الوالدان فهو من العقوق، سواء كان قوليا أم فعليا أم مشاعريا أم أي تصرف من التصرفات. ولذلك من العقوق، من صور العقوق مثلا ترك الإنفاق على الوالدين، هذا من العقوق، فترك النفقة على الوالدين هذا من عقوقهم. كذلك من عقوق الوالدين لعنهما والعياذ بالله، سواء بالمباشرة أو بالتسبب كما سأذكر. أيضا من عقوق الوالدين، نسأل الله العافية، ضربهما والاعتداء عليهم اعتداء ماديا جسديا. كذلك من عقوق الوالدين قطيعتهما، وذلك بصرمهما وعدم التواصل معهما، سواء تواصلا بدنيا أو تواصلا افتراضيا أو أي شيء من أنواع التواصل. كذلك من عقوق الوالدين إبكاؤهما كما سبق في المجلس السابق، فإذا تسبب الولد بإبكاء والديه فإنه قد عقهما. كذلك من عقوق الوالدين من صوره رفع الصوت عليهم، فإذا رفعت صوتك على والديك فأنت عاق، أنت عاق. كذلك تمني موت الوالدين، هذا من العقوق والعياذ بالله، فإذا حدثتك نفسك ومنتك بالرغبة بموت الوالدين فهذا عقوق يعلمه الله عز وجل من قلبك، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية سبحانه وتعالى. كذلك من عقوق الوالدين الفظيعة والبشعة في عصرنا وفي زماننا إيداعهما في دار العجزة والذهاب بهما إلى دار الرعاية الاجتماعية ورميهما هناك، وذلك يعني طلبا للراحة وطلبا ل يعني عدم الإرهاق الذي يزعم الولد بأنه يعانيه من والده. وهذا لا شك بأنه من العقوق حينما يرمي الولد أباه أو أمه في دار العجزة، في دار العجزة. ودائما حينما أقول الولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. كذلك من عقوق الوالدين وللأسف الشديد، وهذه قد انتشرت في وقتنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال هذه الحسابات، ما يقوم به بعض الأولاد من تصوير الوالدين أو أحدهما وجعلهما عرضة للسخرية والتندر والضحك ليتكسب من ورائهم. هذه يعني طريقة غاية في البشاعة والوقاحة وغاية في اللؤم، حينما يتكسب الولد من خلال تصوير والديه في مناظر مضحكة أو يعني مناظر ربما تدفع إلى الضحك على هذا الرجل الكبير في السن أو على هذه العجوز الكبيرة في السن. هذا نوع من أنواع العقوق، واجب على الولد كلما كبر والداه أن يزيد من احترامهما ومن برهما. كذلك من صور العقوق تقديم طاعة أحد عليهما غير الله ورسوله، غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يحصل من بعض الناس هدانا الله وإياهم يقدم طاعة زوجته على طاعة أمه وأبيه، يقدم طاعة زوجته على طاعة أمه وأبيه. كذلك يقدم رغبة أصدقائه وزملائه على طاعة والديه. لا شك بأن هذا عقوق فاضح أصلع ظاهر بين. كذلك من العقوق إثارة المشاكل أمامهما، فيأتي بعض الأولاد ويختصم مع أخيه أو مع أخته وترتفع الأصوات بحضرتهما، وهذا فيه إحزان لهما وهو نوع من أنواع العقوق. من العقوق أيضا الأمر عليهم، وهذا كثير نسأل الله العافية والسلام، كثير جدا عند جنس الشباب يأمر على أبيه ويأمر على أمه، لا سيما الأم، سوي لي كذا، افعلي لي كذا، جيبي لي كذا، هذا نوع من أنواع العقوق. ولذلك الأم إذا قامت برغبتها وطواعيتها لا شك بأن هذا هو الغالب على الأمهات. لكن هناك بعض الأولاد يأمر على والده، جيب لي كذا، سوي لي كذا،
ويرهق الأم وهي تشتغل الليل والنهار وتعمل في البيت، ثم يأتي فيزيد عليها همها وتعبها، ولا شك بأن هذا من العقوق. كذلك التعمد في مثلا وضع الأشياء التي تدفع إلى حزن الوالدين، يعني مثل بعثرة البيت وكركبته، أو التعمد إلقاء الأشياء هكذا مع القدرة على حملها وترتيبها، أشك بأن هذا نوع من العقوق، وإن كان أقل درجة، لأن العقوق يتفاوت، العقوق ليس شيئا واحدا فيتفاوت من حيث الدرجات. كذلك العبث في وجه الوالدين هذا نوع من أنواع العقوق. من العقوق أيضا، سامحوني أسترسل في ذكر الصور، لأن من الناس من يفهم العقوق فقط في الشتم والسب والضرب وغير ذلك. من العقوق أيضا إدخال المنكرات إلى البيت من دون رضا الوالدين، فكثير من الأولاد وللأسف يدخلون إلى البيوت بعض المنكرات على مسمع ومرأة من الوالدين، وهما غاضبان ولا يرضيان بهذا التصرف، هذا نوع من أنواع العقوق. كذلك من العقوق أيضا تشويه صورة الوالدين، وذلك بارتكاب ما مثلا يخرم المروءة، فينسب يقال هذا ولد فلان يرتكب شيء من خوارم المروءة، فيصل الخبر إلى أبيه ويحزن لذلك، أو يرتكب جناية مثلا ويودع السجن أو خلف القضبان، وهذا يتسبب، وهذا الفعل يتسبب من خلاله بإحزان الوالدين. ولذلك بعض الأولاد نسأل الله العافية والسلامة رزق بوالدين صالحين خيرين طيبين أصحاب سمعة طيبة، ومع ذلك يجلب لهم الفضيحة من خلال ارتكاب حماقات أو مغامرات أو صحبة قرناء السوء، فيعود الضرر على الوالدين، هذا من العقوق نسأل الله العافية والسلامة. من العقوق أيضا احتقار رأي الوالدين، فمن الأولاد من إذا تعلم وحصل على شهادة أو مرتبة علمية أصبح يعني لا يرى رأي والديه، وربما إذا أبدي رأيا احتقر هذا الرأي ورده عليهما، وهذا لا شك بأنه من العقوق، لا شك بأنه من العقوق. فليس بالضرورة أن يكون الإنسان حاصل على شهادة أن يكون مصيبا في رأيه، لا يلزم من ذلك. فأغلب هؤلاء الكبار في السن الذين لم يحصلوا على شهادات علمية هم تخرجوا من جامعة الحياة، عركتهم التجارب، ركبوا الصعب والذلول، نضجوا من خلال هذه الحياة حتى أصبح لديهم من الخبرة ما يوجهون به أصحاب الشهادات. ولذلك يجب على الإنسان أن يحترم رأي والده، حتى ولو كان يرى بأنهما قد جانب الصواب، لكن يحترم رأي والديه ويشيد بهذا الرأي ويثني عليهما ويدعو لهما. كذلك من العقوق ما يحصل عند بعض الشباب من عدم الرغبة في حضور الوالد، الأب مثلا أو بعض البنات من عدم الرغبة من حضور أمها إذا جاء أصحابهما، فيرون بأن وجود الوالدين في هذا المجلس قد يسبب لهما إحراجا بسبب أميتهما أو جهلهما، أو ربما من خلال المشاركة بكلام لا يتناغم ولا يتناسب مع هذا. هذا من العقوق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تجد بعض الأولاد ربما يدعو أصحابه أو البنت تدعو صويحباتها، ويكرهون كراهية شديدة أن يأتي الأب أو تأتي الأم في هذا المجلس، ويرون بأن هذه دقة قديمة أو جيل قديم ما يصلح أن يحضر مثل هذه المجالس. هذا عقوق فاضح خطير، نسأل الله العافية والسلام. الولد ينبغي له أن يتشرف بحضور أبيه، والبنت تتشرف بحضور أمها.